اليوم الراهن الاتحاد اصطف مع المعارضة، هو كرئيس قال نصطف مع الشعب، انت كاتحاد تصطف مع الشعب، اما بوقفتك اليوم كأنك اصطفيت مع المعارضة. انا اللي نشوفهم يجيوا جوست باش يشدوا شعارات، شد علم وحط شعار الاتحاد ويعيط واكثر من التصوير على بوديوم، ما ينجمش يركب جمله. حشت هذا لاول مره، وهذا اللي فاجئني انا، الحشت هذا لاول مره. صحيح المطالب راهي مشروعه والمطالب راهو، اما كي نقولوا نحن توا البلاد في وضعيه كيما هكايا، كان نجم يختار توقيت اخر، وعلاش مش نقبل، مش قبل صار التجمع هذا. اختيار التوقيت بالطريقه هذه فاجئتني برشا، فاجئتني برشا. المطالب هذه قديمه، علاش ما تجمعناش قبل؟ علاش اليوم التجمع هذا قطاع خاص قطاع الفلاحة وتتجمع فيه القطاعات الأخرى الكل؟ بعد نهار الانتخابات التشريعية نجموا تساندوا قطاعات بعضنا، لكن بيان أم مقتلين طالبوا بحضور الهيكل الأخرى باش تحضر في اليوم قدام ديوان الأراضي الدولية وصول لوزارة الفلاحة. أنا نفهم حاجة أخرى، والمواطن البسيط يفهم يفسرها. لكن اليوم نعيط ونعيط ونقولوا اي اليوم اضراب، وغدوه نعيط وغدوه نقولوا اي اضراب، وغدوه تجمع وبعد غدوه تجمع، شكون باش يخدمها البلاد؟ شكون باش يخدمها البلاد؟ دونك اليوم كانه 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 السيد الامين العام نور الدين الطبوبي حس بالخطر وحس بالضعف وحب يوري قوته للحكومة. راني جسويلة، راني موجود وراني أقوى قوة في البلاد. أنا نتمنى صحوة المواطن التونسي أنه يصحى ويفيق ويخمم. دور الاتحاد أنه يطالب أن باش الناس تخدم مش تقعد ملوحة في الشارع. ساعات العمل هذيك اللي تضيع على حساب شكون؟ معاكم ليلى مرياح، تقني رئيس ورئيسة وحدة تحليل التربة بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. وصفتك النقابية؟ كاتبة عامة نقابة أساسية للتقنين الفلاحين وعضوة بالجامعة العامة للفلاحة. راهو كي واحد يخدم في معهد متاع بحث ويتعلم كيفاش يخدم والتحاليل اللي يلزمهم، فما تركيز وعندك ملف تحضره وعندك آلية تخدم بها. كي جيت نخدم في العمل النقابي ما نجمش نخدمك للنجم ندخل نعيط ونتكلم هكاكا بالفارغ، ما نجم حتى نقطة من النقاط نجم نتناقش فيها مع أي مسؤول في إدارة إلا من حضر ملف. كي نحضر ملف كي ندخل نعرف الملف ديجا يدافع على روحه. أنا اللي نشوفهم يجيو جوست باش يشدوا شعارات، شد علم وحط شعار الاتحاد ويعيط واكثر من التصوير على بوديوم، ما ينجمش يركب جمله. تجي انت ابسط عون في ادارتك اللي تخدم فيها ويجي هو باش يتناقش في مسارك المهني وفي النظام الاساسي متاعك، عمليه ما تجيش. انا في معهد بحث ما نجمش نحكي على البحث في تونس، انا تكنيسان في مخبر تسألني على كيفية التحاليل في خصوصيتي وفي خصوصية المخبر نجم تناقش معاك. تسألني في سؤال آخر أكبر مني، فما ناس أهل الاختصاص كل واحد يلزم حدوده. تعليقك على التجمع متاع اليوم؟ أنا التجمع متاع اليوم راه تجمع سياسي بامتياز، من ناحية التوقيت ومن ناحية نوعية التجمع والقطاعات اللي اليوم حاضرة. معناتها اليوم أنا الطالب الاتحاد جاوي باش يحضر قطاع هياكل الصحة وهياكل النفط والهياكل النقابية من قطاعات أخرى. غدوة ملا الصحة كي تعمل إضراب ولا تجمع عمالي، معناتها احنا النقابين متاع قطاع الفلاحة الكل نجمعوا بحث الصحة. الأسبوع المقبل تكون فما تجمع في قطاع آخر الكل نتجمعوا، علاش باش نقعدوا ندوروا نحنا؟ انا ديما نقولها راه كي بدك مكتب نقابي قوي وعنده ملفاته ويعرف كيفاش يتصرف،
والله حتى القواعد راه ما تسحقش باش تخرجها. هذا موقفي وهذا رأيي. وصفت أيضا تجمع اليوم باستعراض العضلات أو استعراض القوة. أمور واضحة، أمور واضحة في توقيت كما هكا. أنه قطاع الفلاحة عنده قديش قديش، وإحنا نحكي اللي من بعد الثورة القطاع الوحيد اليوم اللي مرشحين رواحهم مجلس النواب الكلهم الحملة الانتخابية متاعهم أنهم يخدموا قطاع الفلاحة. والمطالب اللي على أساسها اليوم صار التجمع الخاص بقطاع الفلاحة، المطالب هي ترسيم ترسيم برشا خدامة اللي هما عمال اللي هما عراضيين سخطون اللي تابعين ديوان الأراضي الدولية، وصارت فيها مفاوضات كبيرة، ولكن حتى المدير الأراضي الدولية ما عندوش الحل فيهم خاطر العدد ولا كتل أجور كبيرة برشا ما عادش ينجم معناتها باش يجاريها. قعدت كل مرة الوزارة تتسلف باش تخلصهم العمال هذوما، من حقهم باش يترسموا، لكن ماهوش ديوان مدير ديوان الأراضي الدولية هو باش يرسمها. راهي تصير مفاوضات على مستوى رئيس الحكومة. وبالنسبة لوزارة الفلاحة راهو ما تطلبش، فما مطالب إذا كان على مستوى الوزارة راهو كمكتب جامعة ينجم يتفاوض مع الوزير، تسريع في ترقيات، التسريع في الخطط الوظيفية، هذا على مستوى الوزارة. كي تولي منح وعندها امباكت بيجيتير هنا كما تعرف هذه كله ترجع لرئيس الحكومة والمالية. ماهوش جدد، فما جديد وفما اكثر مطالب قديم من بعد الثوره. راه فما دي مطالب نتاع الترسيم ديجا نتاع الحظاير بداو فيها، صار تاخير كبير ياسر لكن صار فيها، وفتو فما تعطل خاطر قاعدين يدرسوا في الشهيد المزوره اللي الناس قاعده تقدم فيها. سينو هما قدم عندهم سنوات، قام الاتحاد اثناء السنوات هذه الماضيه بتجمعات من هذا القبيل خاصه يحشد لا الحشد هذا لأول مرة، حشد هذا لأول مرة، وهذا اللي فاجأني أنا، الحشد هذا لأول مرة. صحيح المطالب راهي مشروعة، والمطالب راهو، أما كي نقولوا نحن توا البلاد في وضعية كيما هكايا، كان نجم يختار توقيت آخر، وعلاش مش نقبل مش قبل صار التجمع هذا؟ احنا كي نجبدوا ديوان الأراضي الدولية بمركباته وتهبط 24 ولاية ويصير، راهو ينجم يدافع على حقوقه. ما صارش هذايا في وزراء سابقة. دونك نتاع اليوم نحسوا انه سياسي بامتياز، مسيس مسيس على الاخر. اليوم كيفاش ابناء الوزارة لداخل قاعدين تشتغل، العباد راهي قاعدة تخدم. قاعدة تخدم، انا عندي خدمة قاعدين نستخدم. قاعدة نستخدم. وناس نجيبوهم البارح من مدنير، راهي كار هابطة من مدنير. من مدنير ومن جهات أخرى هبطت. شنو هذا كل دفاع على القطاع؟ دفاع القطاع. كانت عندك فرص كبيرة، مكتب الجامعة العامة تاع الفلاحة موجودة في وسط الوزارة، المكتب البيرو في وسط الوزارة، يوميا الكاتب العام الجامعة يدخل الوزير يوميا مطالب هذيك كان نجم يفضهم. وإذا كان هو كانوا يقنعوا والناس كانت عندهم ثقة، فما قلت ثقة هاو نقول لك ولاد الوزارة ما يخرجوش، ما فماش ثقة بينهم بين أعضاء الجامعة. إذا كان جاو كانوا مأمنين اللي هذوكم باش يمثلوهم وباش يجيبوا لهم مطالبهم، راهو هما أول وحود كانوا يقفوا. تعرف السيتي الكومبلكس نتاع الوزارة قداش فيه من عون؟ ما قلش من 1000 عون، 1000 عون يسكروا على سباري. دونك ما نسحقوش باش يجيبوا قطاعات أخرى. أنا والله يوجعني قلبي اليوم. من حقهم باش يطالبوا، من حقهم باش يتجمعوا، أن نجمعوا قطاع الفلاحة وحدنا، نجموا تساندوا قطاعات بعضنا، لكن بيان. أما وقت اللي نطالبوا بحضور الهياكل الأخرى باش تحضر في اليوم قدام ديوان الأراضي الدولية وصول لوزارة الفلاحة، أنا نفهموا حاجة أخرى. والمواطن البسيط يفهم يفسرها. إيش معنى اليوم اختار أنهم كافة القطاعات تكون متجندة وموجودة؟ دونك هو في الأمية الأخيرة برشا حقيقة أبار سيادتك بطبيعة الحال وجهوا أصابع الاتهام للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه أصبح يمارس السياسة. هو بالأساس منظمة حقوقية نقابية تعنى بالدفاع عن حقوق الشغالين والعاملين. في الآونة الأخيرة برشا يقول لك بالحق راهو الاتحاد حاد على الأهداف التي جعل من أجلها وأصبح يمارس السياسة. أنا ما نجمش ندخل معك كما نقولوها، باش نعطيك رأيي
في المرحلة هذية. اليوم راهنا الاتحاد الصف مع المعارضة، وأحنا أنا كنقابية ورأيي الخاص، رأيي البسيط، مش باش أنا نحكم على الاتحاد ولا باش رأيي، مجرد رأيي. اليوم في المرحلة هذية ونقولوا الاتحاد يجب يقف مع البلاد، المفروض يقف مع البلاد ويقف مع الشعب. أما هذي باش يعمل لنا أونغواس. الاتحاد اللي هو أمل للشعب التونسي واللي ثيقته ما تنجمش تتنحى، لكن اليوم كي راه تجمع في توقيت كما هكا ما نجم يزيدني كان شك، ومع شكون الصف حبوه يكون ديما فما مسافة بينه وبين الحكومة، بينه وبين الأحزاب. الأحزاب هي تجي وتلتقي بالاتحاد، لكن الاتحاد ما يلتقيش بهم، عنده موقف ويزم يصطف مع الشعب. هو كان رئيس قال أنا اصطف مع الشعب، أنت كاتحاد تصطف مع الشعب، أما بوقفتك اليوم كأنك اصطفيت مع معارضة. معناتها هنا ولا الشعب التونسي يشك مع شكون بشي، مع شكون على شكون بشي يتك، اللي هو يرى الاتحاد. الاتحاد راهي منظمة قوية ومهيكلة على 24 ولاية، والمفروض يكونوا الناس ويفيدوا الهياكل النقابية، هي اللي باش توعي، هي اللي عندها الدور متاعها متاع توعية العامل اللي يخدم في إدارته، أنه باش يخدم دافونتاج باش ينجموا نوصلوا ونحقوا الاكتفاء الذاتي. أما إذا كان اليوم نعيطوا نعيطوا ونقولوا أي اليوم إضراب، وغدوة نعيطوا وغدوة نقولوا أي إضراب، وغدوة تجمع وبعد غدوة تجمع، شكون باش يخدمها البلاد؟ شكون باش يخدمها البلاد؟ والقطاع شكون باش يخدمه؟ قطاع الفلاحة ما يخدمه كان أبنائه؟ ما ينجم يدافع بحقوقه كان هياكله؟ مساندة تكون عن طريق بيانات أما حضور؟ بصراحة أنا هذا الاصطفاف إلى جانب المعارضة لاحظوه برشا من السياسيين والناس الناشطة في البلاد، يقول لك اليوم الاتحاد اختار الاصطفاف إلى جانب المعارضة التي كانت في يوم من الأيام في الحكم واتهمت آنذاك الاتحاد بعرقلة اقتصاد البلاد عن طريق القيام بمئات الإضرابات. يعني قبل كي كانوا هما في الحكم المعارضة وجهوا أصابع الاتهام للاتحاد إنه فلس البلاد، إنه حط العصا في العجلة للعجلة الاقتصادية عن طريق الإضرابات، وعلقوا فشلهم على الاتحاد العام التونسي للشغل. كيف اليوم يصطف هذا الاتحاد مع من اتهمه بالأمس؟ أنا اليوم استفافه راها هو في موقف ضعف، وربما ما عادش عارف روحه وين. دونك بما أنه الأحزاب ما عادش فما حزاب، بالنسبة لي أنا بعد 25 جويليا ما عادش نحكيه على حزب، ما عادش عنا حزب قوي وحزب ضعيف، وما عادش عنا معارضة، وما عادش تفهم توا شنو اللي فهمه. دونك قعد الاتحاد، الاتحاد اليوم كيف كيف. اليوم أنا نشك، اليوم علاش أنت تطالب بحضور الهياكل من قطاعات أخرى؟ هو بيدو حس بقلة ثقة مع قواعده، دونك اليوم لمها من القطاعات الكل. هامش نكون صريحة معاك، كان الأولى ونرجع بالتحليل التجمع العمالي متاع اليوم عنده ثقة في قواعده أنه تحضر، وقواعده عنده ثقة في الاتحاد اللي هو قاعد يطالب له يتناقش في مطالبه ويدافع له على حقوقه. راهو اليوم قلت لك 1000 عون في السيتي يحضروا وما يستحقش باش تجيب أعوان أخرين. أنا قلت لك راني بالحق قلبي وجعني على القطاع، خاطر اليوم ما ننتظرش أنا باش يجيني أعوان الصحة وإلا أعوان النفط ولا النقل وإلا من أي قطاع آخر باش اليوم يجي يقف. دونك اليوم كأنه 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 السيد الأمين العام نور الدين الطبوبي حس بالخطر وحس بالضعف وحب يوري قوته للحكومة. راني جسويلا، راني موجود وراني أقوى قوة في البلاد. تو باش يصير مجلس نواب جديد، حكومة باش تشكل حكومة جديدة أكيد، سياسة جديدة. دونك اليوم حب يستعرض يقول أنا راني موجود وراني أنا الأقوى
وربما ما كانش فما جلسات ناجحه مع الحكومه في المفاوضات. اليوم حاب يستعرض اللي انا موجود ونفرض عليك كحكومه انك باش تجلس معايا، وانا راني الشريك الوحيد في البلاد كما يقول هو، نحن الملاكه مش كرايه، حتى احنا ولاد البلاد رانا ملاكه. هو يدافع على روحه، هو يدافع على روحه. البلاد شكون يدافع عليها؟ هو طوى اليوم ظهر. هو علاش قلت لك انا اصطفت؟ خاطر اللي اصطفوا مع المعارضه شنو عملوا كي شدوا هما في الحكم؟ ما عملوا حتى شيء، ما فادوهاش البلاد، العكس رينا نتائج سيئه، رينا ولادنا فقدنا ولادنا من ناحيه من كل النواحي، تدهور التعليم، الصحه مدهوره، قفه الزوالي مدهوره، الكل شاركوا وساهموا لافشال المسار نتاع الثوره بعد الثوره. دونك بطبيعتها الانتخابات زاحت الاحزاب. اليوم في التوقيت هذا نقول انه الاتحاد حاب يقول انا راني موجود، وحاب يفرض وجوده بالتجمع هذا، حتى كان التجمع مش ماهيش العاديه. شنو من بعد ما نعرف شنو باش يصير من بعد. انا نتمنى صحوه المواطن التونسي انه يسعى ويفيق ويخمم ويعرف شنو الطريق اللي يمشي فيه، ونحبوا بلادنا. نجم نقول لك لازمنا نحبوا بلادنا، حد ما باش يجي يحب لك بلادك اكثر من انت اللي انت ولدت فيها. اذا تحبها تحافظ عليها، اذا تحبها ما تفسدهاش. ناس تحب تاخذ شهريه وهي قاعده، اختم وحلل شهريتك. العكس تو احنا مطالبين دور الاتحاد انه يطالب ان باش الناس تخدم، مش تقعد ملوحه في الشارع. ساعات العمل هذيك اللي تضيع على حساب شكون؟ انا ديما نقول راهو مكتب نقابي كي يخدم بالصحيح ويعرف كيفاش يحضر الملف نتاعو ويعرف كيفاش يتناقش ويهز معطياته اللازمه الكل، والله لا نجم ما يستحق باش يخرج القواعد. العكس كيما نقولوا حقك النقابي، كيما نقولوا حقك انك تخدم ساعات العمل، تأدي ساعات العمل نتاعك وتعبي التوقيت نتاعك في خدمتك، لازم الناس الكل تخدم. اليوم هاك تشوف الاداره يقول لك لا تجمع عمالي، ليش؟ شنو باش نربحوا من بعد؟ انا تجمعنا شنو؟ بعد التجمع نتاع اليوم شنو؟ شنو باش يصير؟ وزير السلاحة وزير الفلاحة باش يعيط لأعوان الصحة اللي حضروا، باش يعاود لأعوان النفط، لشكون؟ مع شكون باش يتفاوض؟ إذا كان هو طلب رفض المفاوضات، إذا كان عندهم إشكالية في المفاوضات مع الوزير، يمكن نقول لك، أما أنت تقف قدام وزارة الفلاحة ما عنديش معنى، بالنسبة لي أنا ما عندها حتى معنى. عندك مشكل في المطالب نتاعك على مستوى رئيس الحكومة. الأنظمة الأساسية اللي نطالبوا بها، أنا واحدة من الناس مطالبة بنظام أساسي جديد في السلك اللي أنا فيه. لكن هذايا المراسلات الكل خرجت من الوزارة، كلها في رئيس الحكومة. هذا كله خرج رئيس الحكومة. طالبين منحة الأمن الغذائي، أنا من الأوائل، يمكن الوحيدة مش الأوائل، أنا الوحيدة اللي طلبتها في هيئة إدارية وقلت نطلبوا منحة الأمن الغذائي. إحنا القطاع الوحيد اللي يوفر في الغذاء. وماذا بينا نتحصلوا عليها؟ ولكن ما هوش بالطريقة هذه. وعليش اليوم؟ علاش اليوم مش البارح؟ هذا سؤال، علاش اليوم مش البارح؟ شنو هي علاش اليوم؟ علاش اليوم عملناها التجمع العمالي؟ المطالب هذه قديمة، علاش ما تجمعناش قبل؟ علاش اليوم التجمع هذا قطاع خاص بقطاع الفلاحة وتتجمع فيه القطاعات الأخرى الكل؟ بعد نهارين من الانتخابات التشريعيه، بعد نهارين الانتخابات التشريعيه. قلت لك التوقيت، اختيار التوقيت بالطريقه هذه فاجئتني برشا، فاجئتني برشا. خاطر كان تجمع عمالي خاص بقطاع الفلاحه نامن، وحتى كان نختلف معاهم نمشي ونحضر ونشارك. اما كي يولي اليوم نغزر حضور القطاعات الاخرى تضامنا والمد والمساندة النقابية، مش بالطريقة هذه.
كان مدينا لبعضنا البلاد وخدمنا وعملنا برامجنا وشفنا وقيت على الفلاحة يقعد ديما حل تونس مهما هما ما يلتفولوش، لكن في الاخر يدور يلقاو حل تونس. كان قيت على الفلاحة أرضنا فلاحية، بلادنا فلاحية بامتياز، أعز نوعية متاع تربة عنا، أعز برودوي في الخارج، ماخذ الشهاد. واليوم علاش نلقاه في الطريقة هذه وفي وضعية كما هك؟ الوقت اللي باش نخسروه ونتخاصموا فيه نحطوا يدينا على الطاولة ونقولوا شنو كل واحد من جيته شنو ينجم يعمل. الاتحاد يطالب حقوق ولكن يعمل تكوين ويطالب باش أنها الناس تمشي تخدم.